بقينا هي الشكاية في 2019، هذه الشكاية في 2020، هذه في 2019، هذه في 2018، هادو كلهم شكايات. مشيت عاوتاني نجري من جديد، مشينا جرينا طلعنا طلع عند مشينا عند الجماعة، هادي خرجت لجنة وحدة أخرى منصفونا عطاونا حقنا قرار الجماعة إزالة الباب الحديدي وفتح الممر وإزالة السياج الحديدي والتقديم، هو يقدم الرخصة ديال البلان على حساب الطبقة اللي زايد. هي عطاوها لنا منين تيمشيو للمقاطعة، تمشي الوالدة وتمشيو للمقاطعة، حتى واحد ما تيتصنت لهم، تيقول لهم السبب الواحد هو أن اللجنة ما تتجمعش، السبب الواحد أن اللجنة ما تتكتملش. هذا تيمشي عند هذا، تمشي عند اللجنة تتردك عند القائد، القائد تيقول لك اللجنة. هادشي راه العام كامل بحال هكا، تمشي عند القايد يقولك اللجنة ما كملات ليش ما غنخرج، تتمشي للدور الجماعة وهادي تقولك حنا عطينا قرار خاصو ينفذو، هو الصفة الضبطية هو اللي خاصو ينفذ هاد القرار. منين تعطل عليا مشيت لعندو استفسرتو على طريق مفوض قضائي، قلت ليه علاش ما نفتيش هاد القرار ديالك، قلت له قول لينا علاش ما نفتيش القرار نعرفو شنو كاين. ها هو منين مشى عندو جاوب المفوض القضائي، نشهدو أن المفوض القضائي جاوبو بعدم الاختصاص، حنا بغينا نعرفو شكون اللي عنده الاختصاص غنمشيو لعندو، منين القائد ما عندوش الاختصاص هادشي نعرفو حنا شكون اللي عنده الاختصاص. هاد المشكل طايحين فيه دابا، حنا خلاونا الوسط ما بين الجماعة وما بين القائد، حتى واحد ما بغى ينفذ معانا، عندنا قرار حتى واحد ما بغى ينفذو لينا. عندكم قرار تنفيذ؟ عندكم قرار؟ ها هو قرار تنفيذ راه عطاوه لينا، ها هو راه ثاني فيه درت شكاية مؤخرا. راه من 2016 حنا عايشين في هذا المشكل، شي دير شكاية عوض ما كاين والو. ما عرفناش واش ما شنو ما عرفتش كاع المشكل ديال القرارات ما بغاش يتشاف. سي طارق تيقول لك القرارات تقرب الإدارة من المواطن ومن المواطنين ما شنا والو. كاين الدار ديال الناس اللي عندهم مشكل بجدر ولا السيد هذا اللي هنا اللي في الدار هذا هو اللي جا ودار الباب هذا وسد الخيطه وديالو هي تحت.
باش تكونوا عارفين هاد الدريات اللي مخشيين ديال الشاطر. صاحب طوا هذا هما جا هو جا دار باب هنا هذا هو المشكل حتى نعرفوا دابا الجهات المسؤولة أن تشوف هذا القرار واش غيسموه ولا ما كانش هو مع ذلك عدم الاختصاص نشوف شكون اللي عايش ولا شكون اللي عنده اختصاص. هو فاش جاوب هو المفوض القضائي جاوب بعدم الاختصاص هذا السيد القائدي اللي ما عندوش هو الاختصاص نشوف راه من شهر جوج يعني مش عارجوش تقريبا غادي دابا هاد السيد تيتعرف هذا القايد ما بقاش يلفت لينا كاع هاد القرار عييت هو تي هو تيقول لك اللجنه ما تتكتملش هادشي عند اللجنه تيقول لك حنا اداريين عطيناه القرار حنا غير اداريين ما عندنا الصفه الضبطيه عطيناه هو القرار هو اللي غادي خاصو ياخذ يتخذ القرار وانت تمشي عنده تيقول لك اللجنه ما تتكتملش وخلاونا حنا في دائره الوسط ما عرفنا فين غنمشيو راه هادشي كاين العام المؤخرا ما تجاوبش بان فدنا حنا هاد القرار هاد القرار ما تمشي عند اللجنة كيقول لك لا لا هو اللي عنده الصفات الضبطية هو اللي خاصو ينفد لا هو اللي خاصو ينفد لأنه هو ملي كيجي ينفد راه كيجي إلا بنتي دابا إلا بنتي شي بناء كيجي المقدم المقدم شنو يخدم هو كيوصل الهضرة للقايد القايد كيجي كيخرج كيحيد لك راه كاين شحال واحد مسكين تيهدمو ليه السيركل فيسيو هذا تيقول له لا الآخر بغا هو يعرف غير شكون هذا اللي مسؤول باش هو ينفذ القرار هادشي اللي نعرفو حنايا ما باش يعيشوا بالسلام ما يمشيو ينفذوا القرار ديالنا واش هذا هذا ما كانش هذا القايد نورمال يقول ليه شكون هو المسؤول نمشي منين هو جاوبني على طريق مفوض قضائي جاوب بان قال لي ماشي من الاختصاص ديالو يعطيني عند من الاختصاص غنمشي انا هو اللي غينفذ ليا هذا قرار ماشي جبتو انا عطاتو لي الدوله هذا القرار راه الدوله اللي عرساني فيه المعارضين العمده طبيعي الجماعة ديال المدينة السلساني فهذا إذا باش ننفذوا هذا القرار يعطينا شكون ما كاينش ما ينفذوش القيد يعطونا قرار شكون اللي غينفذ برافو صافي